يقول: سمعنا في الفترة الأخيرة بكثرة وانتشار زواج المسيار، فهل يجوز شرعا وهل توافقون على هذا الزواج؟ ما سألونا عنه ولا نوافق عليه، لأنه زواج ليس فيه مصلحة إلا قضاء الشهوة فقط. وأما قيام الزوج على زوجته وحمايته لها ومراقبته ونفقته عليها وتربية أولاده وأنها تكون في بيته وتخدمه تختم أولادها في البيت، هذه كلها مفقودة. إذن ما فائدة الزواج إلا قضاء الشهوة فقط، وتهدر بقية الأغراض العظيمة من الزواج. نعم.